نياز جاهم الضيف يعرفوت كبيرة وهناك نياز عبدان جاهم بيسبقوت تكشيرة هناك نياز. علي هو شيف الفرح، بيعمل لحمة باردة وكفتة على الفحم بعد ما اختفت أكلات بدوية قديمة زي العصيدة والمخروطة باللحمة، ومفضلش غير السليجة عشق بدو البحيرة الأول. في المندي، بس مش كل الناس تعمل. في القصع، الأكلة البدوية حاليا دلوقتي القصع، ودي تتعمل برضو في الأفراح؟ بتنعمل في الأفراح، لها تجهيزات مختلفة؟ لها تجهيزات مختلفة. زي ايه يعني مثلا؟ المندي ده بنعمل براميل في الأرض ونطيب لحمته برز كله مع بعض. المنسف بيبقى على صواني، على طبالي، زي زمان الفلاحي لما نقعد على الطبلية كده ونجيب الصنع كده على الأرض. سند على الغيبين لوام الاثنين في خمس مساجين خمس سنين طويلة لو يوم ولو ليلة حمل كبير يجينا 27 سنين يين يعدن لمك يين جرنا الغيبين لوام الاثنين في خمس مساجين خمس سنين طويلة